السلام عليكم ورحمة الله. الوصفة ديال اليوم هي وصفة ديال أنتي بيرسبيران ولا مضاد للعرق أو للتعرق. هو طبيعي صحي، كل المواد المستعملة هي مواد صحية جدا. فغادي نقدم لكم هذا المضاد للتعرق، غادي يعجبكم. هو ممكن تستعملوا حتى معطر للجسد كله، راه زوين زوين بزاف، راه اللي غادي يبقى يشم الريحه ديالكم ويبقى يصوب لكم على هاد الرائحه الزوينه اللي كتبقى شاده وكتبقى ما شاء الله يعني لمده 24 ساعه فما فوق، يعني كتبقى بزاف. و اذا عملتوها مثلا حتى معطر بالنسبة للمسائل ديالكم بحال البطانيات بحال الخداد بحال حتى هي راه زوينه، غير كنزيدو نخففوها شويه وكنديروها كدهن، ما شاء الله يعني ريحه هائله. طبعا من المواد راه هي باينه، عندنا هنا عندنا المسك، عندنا هذا المسك، هذا هو عنده رائحه زوينه بزاف يعني، وخالي هاد المواد كلها راه خاليه من الكحول، لذا فهو صحي. يعني كيتستعمل كمسك جامد الاصلي، كيتستعمل حتى للملابس، هذا كنقطعوا اجزاء منه ممكن تحطوه في الملابس، ممكن تحطوه في البطانيات ديالكم، في الملايات ديالكم، ممكن تستخدموه كذلك كمعطر للسرير، فهو كيعطي رائحه هائله غير بوحديته. بالاضافه الى اضفنا له مثلا المسك الابيض، وعندنا العود، عندنا يعني عناصر ذات الرائحه الجيده وذات الرائحه بدون كحول. اذا استعملته فهو خال من نترات الالومنيوم، ما كيخليش مثلا الكحله من تحت الابطين، يعني باستعمال ديالو بالعكس كيعطي بعض البيوض من تحت الابطين، فهو هائل جدا. وراه ما بالنسبه للجسم انا كنستعمله من يعني من زمان، وما كيدير حتى شي حاجه للجسم، يعني كندهنو كنديرو كدهن للجسم ديالي، وما شاء الله عليه يعني قوي قوي بزاف، يعني حتى الى حليتو بيدكم راه كنقول لكم راه قوي بزاف. اذا نبدا على بركه الله. اول حاجه غادي نديرو نيفيا ديالنا، انا جبت جوج معالق لان كنساعد بوحده، راه تقريبا شهرين هو عندي يعني كيبقى بزاف، ما نعملش بزاف، راه كتشوفوا راه غير هذا راه ما شاء الله راه كيبقى. غادي نعمل ثلاثة ديال المعالق ديال نيفيا، نسدو نيفيا ديالنا. غادي نضيفو ملعقة ديال المسك الأبيض، أنا كندير العود. وانتم استبدلوه بالعطر ديالكم المفضل غير ما يكونش فيه الكحول، لان الكحول كيتسبب في اسوداد المنطقه. ولكن بالنسبه للعود راه هائل، كندير غير ربع ملعقه، كندير غير ربع ملعقه. عندنا المسك كنستعملو منو، انا هاد المسك هدا عندي مدوب في الكريمة ديال نيفيا مسبقا، لهذا كيعطيني هاد الشكل هدا. ولا ممكن تستعملو المسك حجر و كنخلطو.
اذا كنبقاو نحركو بشويه بشويه حتى كنحصلوا على خليط متجانس. غير حنا من الحاجه ملي كنكونوا غادي نستافدوا منها من عكزوش. وتاني حاجه خاصنا نكونوا صابورين جدا اذا، لان الكريم راه بحال الزبده ملي غادي نخلطوها مع ماء الزهر مثلا راه كتاخذ مده باش انك ينسجم الماء، يعني الماء مع شيء دهني، يعني صعب جدا خاصك تخلط بزاف. وانا دائما الطريقه المعهوده عندي بحال مرطب الشفاه اللي عملت ديك النهار، وهو استعمال ملعقتين، الملعقه الاولى والملعقه الثانيه ظهر الملعقه، والملعقه الاخرى كنملس بها حتى كيبقى الخليط شويه بشويه كيتجانس. هاد الوصفه ملي غادي تجربوها راها ما شاء الله كتعطي رائحه واش غنقول لكم، كتبقى بزاف شاده بزاف، كتولي بحال لا هي بارفان، بحال بارفان شد يعني بحال الاصلي ماشي التقليد ولا يعني كخصكم اللي ديروها. انا ما دايراش اللي قالت لي ان هذا عندي نهار خاص ديال هاد كلشي مصايبه الحمد لله، وخل عندي النهار ديال هاد الكريم هذا او ديال هاد المضاد ديال التعرق، عندي نهار ديالو خاص وكيعطي ريحه، يعني كنديرو انا في المساء باش كنكون انا في الصباح درت شغلي، وخا كتبقى الريحه، هي كتبقى الريحه شاده في اليدين، وخا بالليقات انا مجربه حتى بالليقات كتبقى الريحه شاده، يعني ملي غتجي تزول الليقات راه سي نورمال غتزول بيد وترجع تزول بالاخر. وإذا بقات لاصقة لكم الريحة راه أنا كنستعمل باش كنحيد الريحة ديال السمك وديال التومة وديال هاد العطور اللي كتكون قوية، كندير الكولغات أو معجون الأسنان، فهو اللي يعني كيحيد جميع الروائح. إن شاء الله دابا نعمل لكم إفادات بحال هكا، يعني تستعملوهم ينفعوكم بزاف. اذا ما عليكم الا دهنوا المعجون الاسنان على يديكم وتغسلوا به بحال صابون عادي. اذا بهذا الشكل كيكون جاهز معنا. كنعمروا المنتوج وكنديروا هالطريقه. والآن كنديرو كندخلو هي كتدخل الآن بهاد الطريقة، و كنديرو هكا هذا الجزء اللي كان عندي غنمسحو، وغنمسحو هنا لان باقي عندي فوق يبقى يطلع غير بشويه. وها هو المنتوج ديالي، ما كيظهرش نهائيا، يعني القليل فالقليل، والريحة ما شاء الله يعني زوينة بزاف. كتسد عليه بهالطريقة، مسحنا به الراس ديالو، ما غادي نرميوهش، غادي نطويوه ونديروه في الحوايج، غادي نديروه في يا اما من تحت المنطا يا اما غادي نديروه في الحوايج ديالنا، فهو كيعطر جد معطر. انا كنستعمل هادو، فانا عندي ديال بنتي ماشي اللي كنستعملها عزكم الله الاشياء الاخرى، ولكن عندي واحد كنمسح له به مثلا فمه ولا يده ولا ما كيكونش موسخ بزاف، فانا كنعاود ندير مع الصابون في واحد الساكوش
وكنولي ندير فيه اشياء بحال هادو، فهو كيقبض الدهنيات بزاف، كيقبض الماء بزاف وكيبقى فيه، فانا كنديرو في شي حاجه وكنديرو مع في الملابس، كيعطي عطر هائل. احنا طويناه، دابا غادي نديرو غير هنا، من بعد نصيبو. دابا نوريكم على الطريقه، ومن بعد كنشمو الريحه في الملابس كلها، وبالصحه والراحه. بالنسبه